انت كان طبعا زميلك بنادي اوستر شونز من قبل، هو لاعب منتخبنا الوطني جابرييل سومي. حكى لك جابرييل عن منتخب سوريا؟ اكيد تواصل معك، اعطاك فكرة عن منتخب سوريا بشكل عام. انا حكيت معه، حكى لي كل خير. فريق مع لعيبه كتير كتير شاطره، قال لي وفانس يعني كتار، وبيكتبوا له كتير وهيك. فكل خير حكى عن الفريق، بس هو ما لعب كتير بالفريق، بس اللي شافه وقعد وحكى لي عنه كله كان كل خير.